شبابنا النهارده. شباب عايزين نعمل مع بعض حاجه، بس الحاجه دي مش عشان حد يجربها، يعني ممنوع اي حد يجربها، تمام؟ هنتكلم مع بعض عن سمكه القراط او سمكه الارنب، الطريقه الصحيحه لتنظيف السمكه دي، ولكن برضو انا بريء قدام الله من اي حد يجرب الطريقه دي، تمام؟ هنتوكل على الله. شباب نبدا. السمكه دي احنا عشان ننظفها بنمسكها من هنا كده، دي الطريقه بتاعتها، بنيجي من المكان ده كده بالظبط وبنقطع. بسم الله الله اكبر. بعد كده بنكسر. بنمسك الجلد ده كده وبنفتح من هنا شوية ومن هنا شوية. المرارة بتاعتها يا جماعة، قد لما المرارة دي سليمة يبقى انا كده شغال صح. وبننزل نسلة. كده دي كل احشائها سليمه، هي كل الاحشاء بتاعتها سليمه، هنرميها. والجزء دوت بننضفه وبنخليه. بناخد منها الشريحتين دول بس، وده يا جماعة للثقافة العامة والعلم بالشيء وليست للتجربة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.